اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. باكد تاني في بيان صدر من وزاره الشباب والرياضه فحواه، بتؤكد وزاره الشباب والرياضه حرصها التام على استقرار النادي الاهلي كاحد المؤسسات الرياضيه العملاقه صاحبه الشعبيه الكبيره في جمهوريه مصر العربيه، كما ان الوزير لا يتدخل الا في حدود الاطار القانوني باي شكل من الاشكال في الامور الاداريه والفنيه الداخليه للنادي، وتطيب الوزاره بجميع الاطراف عدم الزك باسمها في اي موضوعات تثير الراي العام، وذلك من منطلق الحرص على استمرار المسيره الرياضيه والاداريه الناجحه للنادي الاهلي العريق. اذا خالد عبد العزيز او وزير الشباب والرياضه يؤكد ان مسيره نادي الاهلي ناجحه، يؤكد انه لم يتدخل، يؤكد انها العلاقه قويه بينه وبين مسؤولي النادي الاهلي، يؤكد انه يحترم المؤسسات، واضح ان هو بينادي ان ما فيش حد يحط اسمه في موضوع ان احنا نستأوي، يعني ان احنا نستأوي بالوزير او ان احنا رحنا الوزير فالموضوع هيبقى كذا، لان خالد عبد العزيز السنين اللي فاتت دي كلها اعتقد ان هو كل تركيزه عدم التدخل في المؤسسات او استقلال المؤسسات، والبيان يؤكد نجاح النادي الاهلي الفتره الماضيه.